عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد، مرحبا بكم في القناه وصفات ملكه. مرحبا بالناس الجداد وبالقدام معنا في القناه. عواشركم مبروكه، كي دايرين مع سيدنا رمضان الكريم؟ ياك ما حاولش لكم. كي دايرين مع الجو كي داير عندكم؟ واش عندكم الصهد ولا عندكم البرد ولا؟ الحمد لله حنا الجو زوين، كاينه الشميشه ولكن كاين واحد الريح رائع جدا، ما كنحسوش لا بالجوع لا بالعطش، يعني الحمد لله النهار كيدوز مزيان. كويندي كما شفتوا في العنوان، على القانون الجديد، ديكري التوفلوسي الجديد ان شاء الله، والخطط اللي داخله له كيفاش غادي تستافدوا فيه، والقانون ديال نهار 27 ديال الناس اللي دافعين، وكيفاش ان شاء الله غادي يستافدوا، واجراءات اللي كان مجبور على الباتروني ديالهم. وغادي نهضر لكم على القانون الجديد والخطط اللي داخلين فيه والاجراءات اللي خاصكم ديروهم ان شاء الله. واخا ما عندك حتى شي واحد يعني في الطاليانه، ولا الا عندك شي واحد يقدر يدفع عليك بلا الباترون، بلا السمسار، بلا صداع الراس. هذا الشيء اللي غنبداو فيه. اول حاجه القانون الجديد، وافقت عليه رئيسه الحكومه الجديده، ان كيما جا قلت لكم العدد اللي كانوا طالبين في القانون اللي فات ديال نهار 27 مارس 2023 كان 83 ألف مهاجر. قبل ما نبداو الموضوع ديالنا على الهجرة، اللي بزاف ديال الشباب والشابات كيتسناو الموضوع جديد على الهجرة وعلى القانون ديكري التوفلوسي جديد، كيفاش غادي تستافدوا فيه، والناس اللي دافعين الإجراءات اللي خاص الباترون يديرهم باش ان شاء الله هاد الناس اللي غيدفع ليهم يستافدوا، واش دارهم ولا لا، اشنو اللي غادي يطرا الى هاد الباترون ما دارش هاد الاجراءات. هاد الشيء كله ان شاء الله غنشاركوه معكم في هاد الفيديو. قبل ما نبداو الموضوع ديالنا على الهجره، بغيتي دير الكادو لاختك ولا مراتك ولا الوالده ديالك اولا شي وحده عزيزه عليك في هاد العواشر، في هاد سيدنا رمضان الكريم، ولا في هاد العيد ان شاء الله، ولا نهار 27. غنشارك معكم اخر ما كاين في الفراشات ولا في القفاطن ديال المغرب، الثوب المخير، يعني الثوب برميان والخياطه، يا سلام تقولوا يعني خيطوهم عليكم. خليوكم مع الفيديو ومن بعد نرجعوا باش نكملوا الموضوع ديالنا. خليوكم معايا، ما تمشيوش فين وعندكم تقلق. انتما زعما مشيت بعيده، بقى لي غير لصق الحيط باش يبان تبان لكم اللبسه كامله. هانتوما الحمار كيفاش كيجي، كتجي يعني اللبسه الهمه والشال، وكتجي رائعه جدا، وكتحسوا بواحد الراحه النفسانيه، واحد الراحه رائعه جدا. وهادو كيديروا لك واحد لا فورما ايفازي، كما قلت لكم انا دايره بحال شي خنجه، حتى حاجه ما كتجيش معايا، ولكن هادو ملي كنلبسهم سبحان الله كنحس بواحد الراحه يا سلام. تقدروا يعني دير لبسهم في هاد سيدنا رمضان الكريم وتشقاو بهم، ولا نهار 27 ولا نهار العيد تلبسيهم، يعني تقدري تشقى بهم حتى الكمام ديالهم، تقدري يعني تطلعيهم بلا بلا ما تحس. هنا زعما لبست لكم القفطان الاحمر، وكنشرح لكم باللي مريح، تقدروا يعني تصليو به، تقدروا يعني تشقوا به وتخدموا به، يعني التوب ديالهم خفيف وطايح ورطبين، وتقدروا تلبسوهم في الصيف وتقدروا تلبسوهم في البرد. في البرد كيسخنوا وفي الصيف تيبردوا، هذاك التوب اللي تيبرد في الصيف وتيسخن في البرد. وغنشارك معكم التشكيله الثانيه، وخليوني رايكم. من غير التوب زويون وتيحمق وما كيطلقش اللون، زيدي عليك ديك الرشمه، تقولي خيطي عند الخياط، ما تقوليش يعني الحاجه ديال السوق. هذيك الرشمه اللي داروا ولا الطرز الرباطي اللي داروه تيحمق، وداروا عليه يعني شي عقيقات اللي عطاو ليه واحد المنظر يا سلام. نفس الشيء الفراشات، الرشمه هبطات حتى لتحت هانتوما حتى هنايا، وعندها هما العقيق هانتوما رائعين جدا، وهنايا عندهم هذا الطرز، يعني تقولوا خيطتهم، ما غاديش تقولوا شريتوهم. وكتشوفوا ايفازي، واخا تكوني غليظه ولا رقيقه يعني كيجيو مع كلشي. علاش؟ حيت التوب ديالهم طايح، التوب ديالهم برميان وطايح، ملي كتلبسيه كيغطي كاع العيوب، ما كتبانش حتى حاجه. انا دايره بحال شي خنشه ملي كنلبس شي حاجه اخرى، كندير يعني دايره بحال شي خنشه، ولكن هادو كيحسوني باللي زعما انا باللي زعما انا بقى
حاده وزني لا حلاوه الطليان. اما بالنسبه للاحمر هو هذا يعني الفراشه في الاحمر. ها انتما يا اختي كتشوفوا يا اختي ها الرشمه، ها انتما كتشوفوا الثوب البنات طايح كيعطيك الفورمه غزاله يا اختي. ولا حيطيهم عليك انتما يا اختي. كان بعد زعما باش يبان لكم كاع الفيديو لقفات اللي راكم شفتوهم هادو الفراشه تاع البنات حتى هما فيهم الوان نفس الوان اللي كاين في القفات هما اللي كاينين في الفراشات. وهادو هانتوما الكول ديالهم كيفاش كيجي هانتوما ورشمه مختلفه. القفات فيهم الطرز الرباطي وهادو فيهم واحد الرشمه خطيره وحتى هما داروا فيهم العقيق. يعني تقولوا انتوما خيطتوهم عليكم واسعين البنات واسعين فيهم اكسل فيهم اكس اكسل وفيهم اللي يعني اللي بغات هما البنات دوز عندي في انستغرام قبل ما يساليو راه بقاو فيهم البياسات قلال. زعما كندير لكم لا سفيلاتا يا اختي مشيت زعما اللور باش نبان لكم. ها انتما يا اختي الرشمه يا اختي حتى هي يعني نفس الشيء بحال هذاك دوك الاولين الرشمه. ها انتما البنات الفراشات اللي شفتهم معكم هما هادو كاينين فيها الوان فيهم هذا النوع ديال الاحمر بحال داك الاحمر مغلوق وكاين هذا الاحمر مفتوح وكاين هذا الباج كاين الباج كاين الزرق هادو في الفراشات وكاين الخضار. اما بالنسبه للقفات حتى هما نفس الالوان فيهم الباج كتشوفوا داك العقيق اللي متبت على الطرز الرباطي كيفاش كيعطي المنظر البنات وفيهم الخضار وفيهم الزرق. انتما اللي بغاتهم دوز عندي في انستغرام. ها انتما شفتوا الفيديوهات ديالنا وشفتوا القفيطنات ديالنا والفرشات ديالنا اللي بغاتهم دوز عندي في انستغرام 30 يورو فقط لاسبيديسيوني غراتيس. كنتي في هذه النواحيه ديال بولونيا مودينا يعني تشينتو الا كنتو في هذه النواحيه ديال رومانيا ايميليا نجيبهم لكم حتى عندكم ما كاين حتى مشكل. اما الا كنتو بعاد ندير لكم سبيديسيوني غراتيس. ويندي سارعوا بلا ما تضيعوا في الوقت انستغرام كيوتش ولا وصفات ملكه غادي يبان لكم هنايا كتلقاو فيه التصاور ديالي ولا الفيديوهات ديالي. ديما كنحط لكم لي ستوري اولا يوميات ديالي والمود ديال الضحك مع البنات اللي كنخدم عندهم اللي كنخدم معاهم مره مره كنديروا لكم لي ستوري في الخدمه كنبقاو نضحكوا باش نضحكوكم شويه. وشكرا بزاف في الناس اللي كيخليو ليهم ولا كيخليو لينا الكومونتيرات الزويونين كيقولوا لي سلمي على البنات البنات زويونين البنات ظريفين ولا الله يخطيكم. ملي كنشوف شي كومونتير خليته ليهم كنمشي نقولها ليهم كنوريه ليهم وكان يعني كنشرحوه ليهم وهما كيفرحوا كيعجبهم الحال. هنا دوبيامو سالوتاري لي بيرسوني كي مانو فاتو دي كومبليمينتي per voi mi hanno detto di salutarvi. Tu sei Martina, presentati Martina. Presentati Martina, presentati. No, no, lei. Tutte e due. Io mi chiamo Maria. Maria, di dove sei? Sono la figlia di Dio. Marta, di dove sei? Presentati! No, 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 mi vergogno. Elen, presentati! Vengo dalla Colombia. Dai, dillo se hafturkom. No? Ramadan Mubarak Sa'id. Fatti Ramadan Mubarak Sa'id. Awashurkom bruka. Bismillah. Bismillah. No. Cosa che sai? Halluf. Sbagliare. Che lo spaccherei la faccia. Quello che non dice bismillah. 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 قانون جديد وافقت عليه رئيسة الحكومة الجديدة والوزير الداخلية ماريو
بيانتي دوزي اللي وافقوا على هذا القانون، ان كما كتشوفوا كاينين العداد ديال الشركات كيطلبوا واحد العداد ديال الخدامه وما لقاوهمش، خصوصا دابا مع ستاد جونالي البيرغي ريستورانتي ولا ريستوراسيون الفندقه الفلاحه اللي دابا بداو في ستاد جونالي ما لقاوش اللي يخدم عندهم. كويندي هادو طالبين واحد العداد كبير، والجمعيات ساعدوهم يعني كيدافعوا على هاد الشركات وكيدافعوا على المهاجرين اللي ان شاء الله غادي يجيو بالطرق الشرعيه، يعني عوض ما يجيو بالطرق غير الشرعيه وبزاف يعني مشاو من هاد الضحيه، الجمعيات كيدافعوا على هاد المهاجرين وكيدافعوا على هاد الشركات اللي محتاجين الخدامه وما لقاوهمش وبغاوهم بالطرق الشرعيه، ان ما عندهمش الحق يخدموا شي واحد بالطريقه الشرعيه غير الشرعيه، حيت الا حصلوه يعني يقدروا يديروا له واحد الغرامه اللي غيبقى يخلصها حياته كلها، ان بيو غادي يسدوا ليه اسوا التيفيتا ولا الزيندا ديالو. كويندي داكشي علاش اولا هادشي اللي خلى الحكومه الجديده باش يفتحوا القانون الثاني الجديد اللي زوين دخلوا فيه دوميستيكو اولا الجولف اولا بادانتي اللي يقدر اي واحد من العائله ديالك يدفع لك. كويندي عندك اي واحد هنا في الطاليان والشروط اللي غيكون فيه باش ان شاء الله يدفع لك ويخرج لك العقد العمل ديالك ولا نولا اوستا ديالك وتطلع عليها الفيزا وتجي لهنا لهاد البلاد السعيده، وهذاك الشخص اللي من العائله ديالك يقدر يصوب لك الورقات ديالك بحالك بحال هادوك اللي دافع عليهم الباترون مثلا الطالياني، يعني ما كاينش الفرق. كويندي كيفاش غادي تستافدوا؟ مثلا الا عندك شي واحد مثلا يعني عرفنا في الطاليان وعندو 20,000 يورو في الكود ديالو، يكون يعني ساكن بوحدو، يكون ساكن بوحدو يقدر يدفع لأي واحد في المغرب يقول ليهم أنا محتاج لشي وحدة ولا شي واحد يجي باش يقابلني الدار ولا يدير ليا الشقة ديال الدار ولا يساعدني في الدار، أنا كنخدم وما عنديش يعني شي واحد اللي يساعدني في الدار، يقدر يدفع لختو ولا خوه ولا شي واحد من العائلة ديالو ولا شي واحد كيعرفو ولا المهم يدفع ليه يجيبوه يصوب له الورقات ديالو كما قلت لكم بحال يعني الطريقه باش كيدفع الباترون العادي. اما بالنسبه الى عنده مثلا العائله هنا في الطاليان الشرط الثاني الى مثلا الباترون قالوا يعني لوفيتش يقول له كامينتو قال الباترون احنا ما لقيناش هنايا في الطاليان خاصك يعني تدفع دوك العدد انت اللي محتاج ليهم والمواصفات اللي بغيتيهم في الخدامه ما لقيناهمش ليك هنايا، تقدر تجيبهم يعني من الليسترو مثلا من المغرب ولا من البلدان الاخرين اللي داخلين في القانون، يقدر هو يدفع لهاد الناس وغيخرجوا ليه العقود العمل ديالهم، وغادي يدير حتى هذاك الميساج او الايميل اللي جالي من عند لوفيتشو دي كولو كامينتو بهذه الطريقه يقدر يخرج لك العقد العمل ديالك ولا نولا اوستا ديالك، يعني كتخرج لك من بعد 20 يوم الا كان كلشي هو هذاك كلشي بيرفيكتو. وفين كتمشي نولا اوستا من بعد فاش كيصيفطها الباترون غنشاركها معكم. اما بالنسبه للناس دابا نطفي لافاتريج كما قلت لكم، مشي طفيت لافاتريج حيت صدعتني ورجعت قلت لكم نولا اوستا فاش كيصيفط الباترون ديالك الدوسي ديالك نهار 27 مارس 2023 مع 9 ديال الصباح كيمشي عند البوليس باش البوليس يديروا البحث ديالهم، كيشوفوا هذيك الشركه ياك ما عندهاش سوابق داك الباترون واش كان كيخلص زعما الخدامه ديالو ياك عمرو يعني شي واحد شكا بيها ولا قال لهم زعما ما كيخلصش ليا ولا كيخلص هو الضرائب وكل شيء وعنده هذاك ايميل اولا داك الميساج اللي كيجي ليه من عند لوفيتشو دي كولو كامينتو قالوا ليه انت دوك النواع ديال الخدامه اللي انت محتاج ليهم ما لقيناهمش لك هنا في الطليان. هو كيصيفط مثلا نهار 27 الدوسي ديال هاد الخدامه اللي هو محتاج ليهم ومعاهم هذاك جيميل اللي جاليه من عند لوفيتشو دي كولو كامينتو. من بعد غنقول لكم شنو غادي يطرى الا ما صيفطش هذاك ايميل ديال لوفيتشو دي كولو كامينتو. الا كان كلشي هو هذاك كلشي بيرفيتو كتخرج نولا اوستا من بعد 20 يوم.
حيت كتمشي عند البوليس هما كيديروا البحث ديالهم. اما الا لقاو شي دفه ولا شي مشكله ولا لقاو هذا كيمايل ديال الفيتشر ديال كل كامين نتوما كاينش في الدوسي نهار 27 فاش دفع لكم الباترون اولا الباترون عنده الصوابق اولا الباترون عنده يعني شي مشكل في الزنده ديالها ولا الشركه ديالها ما كيخلص الضرائب ولا شي حاجه بحال هكا داك العقد كيترفض اولا كيخرج لك من بعد 60 يوم حتى كدير يديروا البوليس البحث ديالهم مزيان الا خصات شي ورقه كيطلبوها الباترون كيديها ليهم عاد كتخرج لك نون لاوستا ديالك. اما بالنسبه للقانون ديال نهار 27 مارس 2023 الناس اللي دافعين فيه واش غيخرج لهم العقود العمل ديالهم كاملين ولا لا او لا الشرط اللي كانت حدداته رئيسه الحكومه الجديده في هذا القانون الجديد الباترون مجبور عليه يمشي لوفيتشو دي كل كومينتو يسجل هذوك العدد ديال اوبرايا ولا ديال الخدامه اللي هو محتاج ليهم قبل ما يتفتح القانون كانت هي خرجات في لاغازيتا اوفيتشالي اولا الجريده الرسميه قالت لهم خاص الشركات ولا الباترونات اللي محتاجين يمشيو للفوتش ديال كل كامين يسجلوا هذاك العدد ديال الخدامه اللي بغاوهم يعني اللي هما محتاجين ليهم وغادي يتسناو من بعد 15 يوم للريسبوستا عند لوفيتشو دي كل كومينتو واش لقاو ليهم هادوك العدد ديال الخدامه هنا في الطليان يعني اللي غادي يخدموهم الى مثلا لوفيتشو دي كل كومينتو لقى هاد العدد ديال الخدامه اللي الباترون محتاج ليهم هاد الباترون ما غاديش يحتاج يجيب من المغرب فهمتوا علاش انا كنت قلت لكم في الفيديوهات السابقه خاصكم تمشيو للناس اللي بغاو يخدموا ولا الناس اللي ما لقاوش الخدمه تمشيو تقل حيت الباترون حتى هو مجبور عليه باش يمشي لوفيتشو دي كل كامينتو يطلب هذاك العدد ديال الخدامه في لوفيتشو دي كل كامينتو لوفيتشو دي كل كامينتو مجبور عليه يقلب على الخدامه لهاد الشركه ولا هاد الباترون اللي كيقلب عليهم ومجبور حتى ومجبور هذاك لوفيتشو دي كل كامينتو يقلبوا على الخدمه الخدامه هذه خدمتهم هادو يعني هذه هي الخدمه ديالهم كويندي فاش الباترون كيدير هاد الدوماندا ديال العدد اللي هو محتاج ليهم قبل ما يتفتح القانون باش الى لقى الخدامه هنا الى لوفيتشو دي كل كومينتو لقى الخدامه الباترون ما غاديش يحتاج يمشي للمغرب فهمتوا كويندي كتجي ليه لا ريسبوستا من بعد لا الدوماندا من بعد 15 يوم كتجي لا ريسبوستا اولا الجواب اولا واحد ايميل اولا واحد الميساج من عند لوفيتشو دي كل كومينتا الباترون كيقولوا ليه يا اما لقينا لك الناس ولا ما لقيناهمش والحاجه مثلا والحاجه اللي زوينه الى مثلا جات لا ريسبوستا للباترون من عند لوفيتشو دي كل كومينتا ولا جا ليه الميساج ولا ايميل قالوا ليه هادوك النواع ولا المواصفات اللي بغيتيها اللي بغيتيهم انت فبراي ما لقيناهمش هنا تقدر يعني تدفع الناس وتقلب عليهم في الليسترا ولا في المغرب مثلا او الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا يعني على حسب البلدان اللي داخلين في القانون يعني الباترون عنده الحق ديك الساعه يدفع الناس اللي كاينين مثلا في المغرب الا الباترون قام بهذه الاجراءات اللي ذكرتهم لكم كاملين ان شاء الله ما يكون غير الخير هذا الشيء اللي كاين كنتمنى نكون فيتكم بشي حاجه ونكون يعني نكون يعني فيتكم بشي حاجه هذا الشيء اللي كاين والقانون ان شاء الله قالوا غادي تفتح في اقرب وقت ممكن حيت كما قلت لكم الناس يعني الشركات اللي بداو ستاد جونالي يعني محتاجين حاليا يعني دابا حاليا هما محتاجين ان ستاد جونالي بداو فيهم يعني من الاول ديال الشهر 4 بداو ستاد جونالي يعني الخدمه ديال الصيف بحال الفلاحه بحال الفندق الريستوراسيوني الناس اللي كيمشيو للبحر الناس اللي كيمشيو للجبوله هذوك الخدايم يعني اللي كيكون يعني المده ديال 6 شهور في العام ولا 5 شهور ولا 3 شهور ولا هذوك سميتهم ستاد جونالي هادو دابا محتاجين حاليا كويندي بالتوفيق للجميع والله يسهل على الجميع كنتمنى يعجبكم الفيديو اللي عجبكم ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاحباب اللي كتهمهم الهجره بالطريقه الشرعيه هادشي اللي كاين